لسه في الاقتصاد، بس في حاجة ليها علاقة بأكلنا وشربنا والأسعار والأسواق، ودي فيها إشكالية خلينا نقول، وقصة إنك تضبط الأسواق ويبقى في شغل من الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك. الحقيقة كمان يعني إحنا منتظرين منه الكتير خلال الفترة اللي جاي. وإنت في كل القصة دي يعني يقول لك السكر، وده نموذج لسلع بيحصل فيها أزمات مفتعلة. هي مش موجودة؟ لا موجودة. طيب بتتخزن؟ طيب في مشكلة في التداول؟ قيس على ده حاجات كتير قوي، كل فترة والتانية يطلع لك كده ايه سلعة، يطلع لك حاجة. فاحنا لسه خاصين من موضوع السجاير، وقبلها كان موضوع الرز، وحتى السجاير برضو لسه فيها اشكالية لغاية دلوقتي. هل القصة قصة تجار، قصة رقابة، قصة انك تستغل الازمة، امور بالشكل ده. في موضوع السكر يعني لنا هنا وقفة، ووزير التموين قال هنعمل الوقفة دي ازاي. دكتور علي مصلحي وزير التموين قال انه هيدي السوق مهلة 10 ايام عشان سعر السكر يستقر، وهدد وقال انه لو فضلت الازمة دي والعشر ايام خلصوا هيطلب من مجلس الوزراء انه يبقى فيه تدخل ويبقى فيه تسعير جبري للسكر، يعمل تسعيرة جبرية ان كيس السكر بكذا. وقال ان ده حل يعني هو ما بيفضلوش قوي يعني قصة التسعير الجبري دي، لكن لو الأزمة استمرت هنلجأ لمسألة التسعير. والبعض برضو على فكرة يقول لك التسعير، طب ما هو في الرز أول لما سعرت ناس خبت الرز، يعني ده ممكن يبقاش حل. لكن على كل الأحوال ده الكلام اللي اتقال، إنه يا السوق يستقر في العشر أيام دول يا هنعمل تسعيرة جبرية. وخصوص الأزمة نفسها بقى وإيه الأسباب، يعني تعددت الأقاويل. يعني البعض قال ان الازمه دي بسبب ان في ازمه في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، وان الوزاره بتشتغل دلوقتي انها تضبط سلاسل التوزيع من خلال انها توفر السكر في السلاسل التجاريه. تعرف بقى مساله الوفره، انك لما يبقى في يعني المساله المعروض يكون اكتر، فيعني يحصل استقرار في الاسواق وما يبقاش في يعني حد يحتكر وحد يزود في الاسعار. على كل الأحوال خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن الحملات الخاصة بجهاز حماية المستهلك لضبط السوق ومراقبته. نتابع مع حضراتكم ونرجع تاني. استمرارا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها، قام جهاز حماية المستهلك بحملات موسعة على مخازن ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وبأسعار عادلة. هننزل بحملات لمحتكر السكر ومحتكر السجاير، دول أهم سلعتين احنا مركزين عليهم الأيام دي. بنشوف الناس التجار هل بينفذوا التعليمات والمبادرة ولا لا، وهل في تلاعب من عدم التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكافة صوره من أهم أولويات جهاز حماية المستهلك لضمان حصول المواطن على احتياجاته من الأسواق. قمنا اليوم بفحص المستندات الدالة على مصدر هذه المنتجات، وكذلك الفواتير المقدمة لتجار التجزئة لبيع السلع بسعرها العادل وعدم التلاعب وبيعها بسعر أعلى من سعرها وعدم حجبها عن المستهلك. تأتي هذه الحملات بتوجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة العادلة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة.